السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التحية وتقدير متابعين قناة عبد الجبار، جزاكم الله كل خير، ربي يحفظكم إخوتي ويستركم. اليوم راني في وادي ميزور، خرجت من الأقصر وداخل وادي ميزور. عندي لكم رحلة شيقة، الله يبارك ما شاء الله، واحد المناظر في قمة الروعة. ربي يحفظنا بلادنا ان شاء الله. ديروا لنا جيم وبارطاجيو هذه الفيديوهات لكي يستفادوا خوتكم ويشوفوا بلادهم. فيديوهات هذه اللي راني ندير فيهم، الناس اللي راهي في الغرب راهي تشوف فيا، واللي راهم في الشرق يشوفوا فيا. المهم كل خطره ندير لكم فيديو، كل خطره نحكيو على موضوع، يعني راني اكثر فيديوهات راني نعاود فيهم. بس الله غالب هذه ما رانيش نروح للصحراء، والله هذه هي الخدمه تاعي وين راهي. وصي خاوتي دائما في التأني سلامة وفي العدل ندامة. إنسان دائما يمشي بعقله، وخاصة الناس اللي راه ينقولوا تمشي في طرقان وما يعرفوهمش، والله مش حافظينهم مليح. لازم الإنسان دائما، والله تجي داخل مدينة ولا حاجة، لازم الإنسان يساعد روحه ويمشي بعقله حتى يوصل الطريق نتاعه، ويدعي رب العالمين أنه يحفظه ويحفظ مستعملين الطريق كامل. هذه الدخلة تاع وادي ميزور، هنا ندور أطروات باش نجتنب يعني السيركيلاسيو، ومش يعني ممنوع اللور، والله بصح نجتنب السيركيلاسيو شوية. جاية وادي ميزور، هذا البلايص هنايا كي تكون برباشا كنديرة، البلايص هذو كي يكون الربيع الله يبارك جنة هنايا. هذو الأشجار كامل جنانات نتاع قريت هنايا، شريت شويه عنب الله يبارك. هذه هنا جامعه ولا ثانويه ولا مانيش عارف. هذه الخرجة تاع وادي ميزور هي كاينة لطرود منها طريق السيار، بصح ممنوعة على أصحاب الشاحنات. أنا دائما نجتنب المشاكل هذو قدر يشدوك جندارم ولا، بصح ما تمشيش بها بزاف، تمشي بها واحد 5 كيلو ولا 6 وتولي تخرج. ويليك مش بعيدة. هذا كامل زيتون، هذه هي المدخل تاع الطريق السريع. هاك تشوف ممنوع اللور. ها ممنوع اللور يدخل لطرود. ان شاء الله يبارك الشجرات هذو شحال عاليين. كما هنا لام يخدموا البابور، يخدموا دي بارداج، يخدموا وادي ميزور كامل، يخدموا الطريق هذي حاب الكمين. هذو هنا يخدموا العنب، يخدموا الرمان، يخدموا
اكثر حاجه يبيعوها هنا هي العنب. وهذا الشجر هذا تاع تشينا هذا موندارين عنده كم هاي بارك. هذه الطريق صعيبة، كي يكون فيها سيركيلاسيون تولي صعيبة بزاف، واللي يستعملوها لطرو الناس بزاف، خاصة كي تسكر الطريق الكبيرة اللي من هي. شوفوا العنب هنا الله يبارك. كاين واحد هنا عنده مشتله صغيره، دام خطره نبقى نحبس، بصح هناكم تشوفوا ما تقدرش تحبس له لا دروات لا كوش، طريق ضيقه هنا خلاص، هنا كون تحبس والله تدير مشكل. يعني يدير واحد المبادره تاع غرس الاشجار، كل ولايه نغرس فيها شجره باش نحاربوا التصحر، يعني اللي يقدر يغرس شجره وجزاه وجزاه الله كل خير خاوتي. شجره راه فيها اجر عظيم، شوف تكون كاينه شجره هنايا، شوف سيمي كامل يدخل تحتها الله يبارك، بصح هذه كبيره والله. ندريه مطار هنا، هذو البلايص ضيقين شويه يقاريو الناس في الطريق، وخاصة وقت نقولوا الربعه والخمسه وقت الخروج من العمل والولاد يخرجوا من القرايه، شويه تولي حركه كبيره هنا. هنا شبه سوق، الناس تقاري كل في الطريق. هذا شغل مرشي تاع خضره، هيبيعوا الشجرة هنا ثاني. قلت لكم الشجرة فيها أجر عظيم، أول حاجة تظلل تحتها والله تعود مثمرة، تدي أجر عظيم ليك ولا لدارك ولا نقولوا لا بغا نقولوا ليك أنت، فيها فايدة ياسر، تساعد الرطوبة الأكسجين، يعني الله يبارك ما شاء الله. والإنسان يشوف بلاصة قاحلة كيما هذه ولا تشوف الدنيا، شوف الله يبارك تعود خضراء. وهذا راه كاين الجفاف، يعني هذو بلايص كي يكون كاين المطر جنة هنا الله يبارك. هذو قارين في الطريق والله تخرج تخاف يحضر لك واحد من الولاد والله يجي يجري تقيسون تولي ترفوتيف. انا من الجفاء بزاف، هذو كانوا كامل غابات هاك تشوف، راهم يعاودوا دروك راهم يديروا في الليفوراج تاع الماء، ما كانش الماء بكري كانت هكذاك تنوض بلا ما يسقيوها، تنوض الدنيا كامل، اي حتى الفلاحين ما يسقيوها ما والو. ودروك ولات كلش بالبيوت بلاستيكيه ولا والماء والتقطير، والمهم طورت الحاله بصح ما كانش قد رحمه ربي تكون يعني المطر كاينه. عندي بزاف ما درتش فيديوهات في الطريق هذه، درتها عند واحد العام ولا في الطريق هذه فيديو، ودرته في الربيع الله يبارك. الدنيا خضراء ماشي كيما دروك، هاكم تشوفوا هنا الدنيا راهي قاحله. هذه اللي مزيسنا ما لقيتش في الغابات عوام فاتوا، الغابات لهنايا كامل راحوا، ربي يحفظنا الثروة الغابية هذوك. شوفوا الله يبارك، شوفوا هذه الغابة، شوف ما شاء الله.
أول منطقة عمرانية. هنا هذو البلايص هذو تكون تمشي بعقلك وتمشي ترتاح فيهم وتمتع في السياقة نتاعك. أما بعد سوق متهور ولا تكون مزروب ما تمتعش بالمناظر هذه. قدر تقيس واحد قدر تجيب مشاكل روحك. شوفوا هنا الله يبارك. جاي أنا بالنسبة للسياحة والله تعجبني الله يبارك ما شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هنا مهما تكون يعني ليدو دانكين بصح ما تكونش كيما نقولوا البلايص اللي من هي في الجهة اللي من هي جهت مليلة وجهت ويد غير. كي تخرج ثاني على الكاتشوما وروح كاينة سيركي لاش كبيرة اول حاجه ولا ولي دودان بزاف يعني تكره حياتك. شوف هنا لي بيس تاع الاولاد تخاف والله لا تخاف يعني تلقى كارم قاريه غير اشرها. لا إله إلا أنت. هذو كاميرا من جوم البور من رانا نسرجيو حنايا. شوفوا منا البحر يبان بصح بعيد خلاص. منظر الله يبارك ما شاء الله. جايه منا كامله تبان. هنا غير عش راهك فهم تمشي في رحمة ربي زروت فيك واحد. على دائما نقول لكم السياقه تاع المدينه بالنسبه للسيمي ماشي كيما الطوموبيل. السيمي انا في المدينه ما نسوقش مرتاح
عليه الاولاد ما تعرفوا منين يخرج لك، خاصة تكون كاينة مدرسة ولا كاينة سين تي في وين يقاري الكيران ولا محطة للسيارات ولا هذو يخلعوك. وتعرف الاولاد صغيرين طوموبيلات دراجة نارية فيلو هذو كامل ما تعرفوا منين يخرجوا لك. والحاجة اللي نخاف منها انه ما بين الكاميو والرومورك كاينين اخرين يستهاونوا يفوت لك ما بين الكاميو والرومورك تقيسوا ولا تكون مقاري وراح ديماري كارثة. بريد المواصلات، بريد الجزائري. ديروا لنا جيم خاوتي، بارطاجيو هذه الفيديوهات باش يستفادوا خاوتكم. حتى الفيديوهات هذه اللي راني ندير فيهم أكثرية الناس يعني اللي راهم في الغربة يشوفوا بلادهم. شوف يقاري شيخ مع واحد كار كاملة، يشوفوا بلادهم، الناس اللي راهم مرضى، الناس اللي راهم بعاد الوطن يخدموا في الصحراء. يعني يدعيوا لنا دعوة خير إن شاء الله، ربي يقدرني إن شاء الله ونزور أماكن أخرى، قدرنا ونعاونوا خوتنا المبتدئين في السياقة، ربي يوفقهم ثاني وليداتي وخوتي وابني عمي. وهذا وش نقول لكم، هي الطريق يعني ضيقة شوية هنا، هي صعيبة على الإنسان اللي يمشي، أما الإنسان اللي يمشي بعقله مليحة بزاف بزاف. الله أنا البلايص هذو الوعرين نشتيهم، علاه نمشي بعقلي وبلاصة ما نعرفهاش، نقص على قد ما نقدر، احترم لي دودان، احترم البلايك، ما شافت الأمان، هذو كامل يخليوك أنك تمشي مرتاح وتروح وين ما تحب. اي روح اخويا ما تهز يديك ما والو، روح قلق ما حب يحبس له حتى واحد. المدينة صعيبة، صعيبة طيح في واحد بوجادي ولا خاصة تنسحب الدراجات يدوب لك على دروات على قوش تخاف. هيا روح روح، ماذا نفرقوا كيما هذه راه تهبط ولا تطلع في الغاشي ماكش عارف انت واش كاينها. قاعد يتحرك ديما ديما شويه، هذا وقت الخروج المدرسي تاع الوليدات خارجين من المدرسه لازمك تسعف. هذه خرجة تاع المدارس هذه نخاف منهم، انا خوف روحها. كاينين اخرين من الخوف يزيد يدير كارثة.
استغفر الله استغفر الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. احنا يدخلنا الأريح. شوف هذا وراه مقاري شو. الله موليتي بي يا خلاص. هذا الجسر اللي راه قدامكم هنايا، هذا اللي يعني ما ندير فيديو من الفوق خلاص، يعني الناس اللي رايحين مثلا خارجين من واد غير وحابين مثلا كيما انا جاي من القصر وحاب نروح مثلا على الجامعه ونخرج للسوق الاثنين ونخرج لاوقاس ونخرج نحب نروح الجيجل ولا نروح للسطيف، نقبض هذيك الطريق ما نضلش نجي حتى البجايه ونزيد نولي نطلع ديريكتومون على البو، كاين واحد المحول نطلع عليه ديريكتومون ونخرج في الجامعة نتاع رياحنا هذي. دوكا هنا راه من ربعة وروح تولي تبلوكي هنا السيركيلاسيو شوية يا وقت الخرجة تاع العمال من حتى البراج حتى البور وهي كاملة مبلوكي هاك. هاك شوف اللي خارجين قداه هنا ثاني كاينه دخله، الناس اللي تروح للسطيف ولا تيشي يطلعوا منا، واللي يروحوا المطار بجايه يكملوا ديريكتومون ولا الميناء ولا كيما انا راني رايح الميناء. هذه دوك من نوروح كاملة بلوكي. حتى هذه دخلت تديك للسطيف تجي لمنا وتدخل الطريق الكبيرة تخرجك في المحاول اللي كنت نحكي لكم عليه ثاني، وهنا يدخل ندخلوا في الرامبوا للطريق الكبيرة. أنا هنا نخاف لكن من أصحاب الدراجات النارية، شو ما تعرف منين يدخل هنا هذه الرامبوا هذه، دوك اللي رايح للسطيف ما يقدرش يروح عليها. شفتوا الرامبوا اللي كنت نعت الدورة اللي كنت نعتو لكم فيها، دوك هاي وراي طرود وكاين سطوب القدام، كاين الناس اللي راهم خارجين ثاني من جاية يجيو من على كيما رانا عتلك في صبعي. بصح بالنسبة ل باه الدور هكذا مثلا التيشي وجيجل ما تقدرش، لازمك تروح دير روم بولي عند لابوليس وتولي ترجع. هنا راه عندي ستوب، عندي ستوب نمركيه هنايا. روح روح عمي روح من الموتور، راني خاف منكم خوف. شوف منين خرج هذا، شوف منين خرج من الموطور، شوفوش خلاص عقب تحتي هنايا هكذا. كاينين اخرين كي يشوفوك مثلا كيما هكذا ماركي ستوب وتعس في روحك تبان لهم بلي راه شوف منين راح يدوبليني على ضروي، وما تشوفوش خلاص تكركروا الدريجة من الطرود الاخرى ويقول لك من بعد هاو جا. كل ما يحبس ليش هذا ذوك انا ما نروحش ديريكتومون لدوزيام بوزيسيو، هاو حرق راح ولا مع طريق سطيف هذيك الليلين، يعني تشوف لكن ما تكره. انا عند بالي راه جاي معايا هنايا هو لا راح يولي ليه لسطيف ولا الدوره هذيك نورمال يروح حتى البراج ويولي يرجع، بصح ما يديرهاش مستحيل هذه.
هنا تكمل ديرك ثم تروح الميناء الجزائر العاصمة تيزي وزو، ولا تدور أدروة تروح المطار تاع بجاية. هذه الدخلة تاع بجاية، مطار الميناء وسط المدينة. هنايا دائما تبلوكي شوية، علاش؟ وخاصة نقول وقت الدخلة تاع تاع العمال والخرجة، وكاين براج فيكسي هنايا تاع الأمن حتى نفوتو باش تسرح شوية. دائما تبلوكي الطريق هاك. شوفوا هنا خاوتي، شوف راه يدخل فيه شوف، هو واحد ثاني منها يعني، واحد الظاهرة يا لطيف اللطف. روح روحوا كامل نورمال ورا المشكل. خوتي السيركيلاس، ولازم الانسان يكون انسان مسامح. الا كان ما نسامحوش بعضنا في الطريق ما تفراش، لازم انت شويه وانا شويه ومن بعد تروح الناس كامل، ما كاش اللي راح يقعد في الطريق. شوفوا اصحاب المطوات، شوفوا هذا المنظر، الله يبارك منا شوف. كنت عود الناس تعقى في بعضها، ما تسرع على حوادث، واحد كل واحد والدالة تاعو، كل واحد والاسمو تاعو. المهم هنا راني لحقت الميناء، ميناء بجاية. ربي ان شاء الله يقدرنا ربي العالمين ونجيب لكم جديد، ويحفظنا ربي العالمين بلادنا. ساعدوا رواحكم على قد ما تقدروا، بارطاجيو هذه الفيديوهات وديروا لنا جيم، ما تبخلوناش باش ينتشروا الفيديوهات وتطلع على القناة. ربي يحفظكم ويستركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.